قاعدين نتكلموا على ما يسمى بالعقار في طور الإنجاز. أستاذ محمد جمال معتوق، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. اللي معروف تنقولوا عليه تنشريو في البلان، ياك تنشريو العقار من البلان. كيشري الحوت في الماء. دونك vous avez annoncé la couleur déjà. يعني بالنسبة لك هو ريسك خطير ولا ما كتشريش؟ حيت مول فين كنمشيو عند القزار كتاخذي اللحم وكتخلصيه، مشيتي تشري سياره كتاخذي السياره وكتخلصيها، مشيتي تشري سروال كتشري سروال كتخلصيه وكتدي سروالك. دابا غتمشي تشري دار شفتيها في الاوراق مرسومه، ويمكن داك شفتي واحد الدار اللي كتشبه لهذيك اللي غتبنى لك نموذجيه، ولكن فين هي الدار؟ مازال ما تبناتش، الاضرار كاينه عاريه، وهنا غادي يطلع واحد العماره وغيكونوا فيها الشقق، والشقه ديالك غادي تكون ها شحال فيها من بيت وشحال فيها. فاش نقولوا البلان تتشري غير من هذيك الورقه اللي مرسوم فقط فيها، ما كاين حتى شي حاجه. دونك هي بالنسبه لك مغامره. هذا هو البيع ديال العقار، بيع العقار في طور الانجاز، كيتسمى بيع العقار في طور الانجاز. حتى التعريف ديال القانون 12.07 باش تعرفي بان هذا الموضوع كيف قلتي مهم، هو انه القانون 44.00 اللي كان في الاول جا تم التغيير ديالو ب 12.07. يعني النهار الاول خرج واشتغلنا به من 2000 وحنا خدامين بهذا القانون، ولكن الممارسه بينات بان هناك حدود، بان هناك نقاط ضعف. اذن عاود تدخل المشرع في 2015 و2016 باش خرج واحد القانون اخر اللي دخل الحيز التطبيق، باش نشوفوا كيفاش يمكننا نتداركوا هذيك نقاط الضعف اللي كاينه وديك الثغرات اللي كاينه. علاش؟ لان الانسان اللي كيجي يشري في التصميم في البلان راه خصني نحفزو، خصني نامنو، خصو يحس براسو انه واخا شاري تصميم راه مرتاح. وباش ما نطيحوش استاذ في عمليه النصب والاحتيال، شنو بالنسبه لك هو الحل؟ ربما ان هذا النصب والاحتيال اللي دارج في هذه العمليات بزاف هو اللي كان السبب في تراجع الثقه في اللجوء لهذا النوع من العمليات ديال البيع. فبغينا اليوم الا كنا مجبرين لا ابطال، شنو اللي نردوا منه البال الا كنا مجبرين اننا ناخذوا في البلان؟ هو غير خص المنعش العقاري الا مشى حتى احترم هذا القانون 07 112 107، الى احترم هذا القانون هذا راه ما غاديش يكون مشكل. وشنو سيقول هذا القانون هذا؟ قبل غادي نعطيك التعريف، التعريف اللي كيجيبو الفصل 618 1. اش كيقول؟ شوف التعريف ديال بيع العقار في طور الانجاز. يعتبر بيعا لعقار في طور الانجاز كل اتفاق يلتزم بمقتضاه البائع بانجاز عقار. اذا ما كاينش إذن ملي كنجي ندير معاك عقد والعقد والعقار مبني، راني ماشي في بيع العقار في طور الإنجاز، خصني نبيع لك وأنا ما باني والو. إذن ولا في طور الإنجاز؟ حتى في طور الإنجاز البائع بإنجاز عقار، بإنجاز عقار، يلتزم بإنجاز عقار، العقار ليس منجز قط، عاد غادي نبدا نبني لك. والدليل هو أنني غادي نمشي في الأداء، راه الأداء عنده مراحل، راه الأداء غادي نجي نتكلم على الأداء. إذن البائع بإنجاز عقار داخل أجل محدد، إذا خصني نحدد فوقاش، ونقل ملكيته إلى المشتري مقابل ثمن يؤديه هذا الأخير تبعا لتقدم الأشغال. إذا ما كنعطيش الفلوس في دقة واحدة، كنعطي 5% في مرحلة أولى. إذا غادي نشري الدار ب 60 مليون غنعطي 5% ديال 60 مليون فوقاش ملي كندير العقد الأول اللي سميته عقد التخصيص، بالفرنسية سميته لو كونترا دو ريزيرفاسيون. إذن عندنا ثلاثة العقود في بيع العقار في طور الإنجاز: العقد ديال التخصيص، عقد ابتدائي، والعقد النهائي. يعني حتى الفلوس يمشوا على حسب هذه الثلاث مراحل، العقود وعلى حسب الأشغال. إذن عقد التخصيص ليس إجباري، يمكن لي ندوزو ولكن يمكن لي نديرو. ملي كنديرو كنعطي 5%. بالنسبة لك خاصنا نديرو؟ من الأحسن ندير، كنعطي فيه 5%. وشنو هو التخصيص؟ هو انك يخصص لك واحد الشقه ديالك في واحد العقار اللي غادي تبنى في الشروط الى اخره. اش كيعطيك باش شنو من الوثائق اللي خصك تحصل عليها؟ خصك تحصل على دفتر تحملات. تيطلبوه الناس زعما؟ ما عارفينش، ولكن خصهم ياخذوه. اذا دفتر التحملات باش تكون انت متبع الملف من الاول حتى للتالي. تذكرت دفتر التحملات شنو اجمالا شنو دفتر التحملات هو اللي كيلتزم فيه المنعش بالشروط ديال تنفيذ المشروع ديالو. اذن باش
يترشح ويدير واحد المشروع خصو يملا واحد دفتر تحملات، وهاد دفتر التحملات فيه واحد المقتضيات او فيه شروط او فيه اجراءات او فيه مراحل اللي غتضمن تنفيذ العقد او المشروع، وغتضمن للمستهلك اللي هو المشتري باش ياخذ الشقه ديالو في مأمن في عمليه مؤمنه قانونيا. هاد دفتر التحملات تيخصو واللي تيخصو يوقع عليه المنعش ويوقع عليه شاري. المشتري وحتى المهندس كيلتزم بانه تيقول لك انا في دفتر التحملات سالتزم بالسهر على تنفيذ ما يوجد في دفتر التحملات في المشروع. هذا المهندس. ثم تصميم الوثيقه الثانيه والتصميم الغير قابل للتغيير اللي كنسميوه لو بلون نيفاريتور اللي كيكون نهائي ما كيتغيرش. ثم التصميم ديال الاسمنت المسلح لو بلون، يعني تنتبعوا المراحل ديال البناء كلها. تيخصني حتى هو يكون عندي وتيخص يكون عندي الضمانه ديال البنكه او التامين بان هذا المنعش عنده تامين باش انا فلوسي تكون مضمونه، يا يعني اما ناخذ مشروع ناخذ الشقه ديالي او فلوسي. هذه اللي تدير الفرق في ما بين عمليه ناجحه وعمليه نصب واحتيال. نرجعوا للمراحل، تنعرفوا بان عقار في طور الانجاز يعني ان الوريقه ديالو باقي ما كاملينش. لا الوراق خصهم يكونوا كاملين، يعني العقار اللي مازال ما تبناش. يعني ما غنمشي ندير معاك عقد تخصيص حتى نكون حصلت على رخصه البناء. اذن عندي العقار، عندي الملكيه، عندي التصميم، عندي المسائل ديالها كلها، عندي رخصه البناء والتحفيظ. لا مازال لا التحفيظ عندي ديال الارض، ولكن أنا العقار ما كاينش. انا غير مجبر باش يكون العقار محفظ. العقار يمكن له يكون محفظ ويمكن له يكون غير محفظ. هنا ما كاين حتى شي مخالفه قانونيه. غير انت من الاحسن غتمشي تشري في العقار المحفظ. واضح. اذا درنا عقد تخصيص. عقد تخصيص عندي الحق نتراجع فيه في اجل ديال شهر. ونرجع فلوسي 5%؟ نرجع فلوسي كلها. ما ترجع ما تبقاش. واضح. ها؟ وملي كنطلب له خصو يرد لي في 8 ايام، في اسبوع خصو يرد لي فلوسي، ما يبقاش يزيد معايا الكلام. اذا مشيت نفذت انا عقد تخصيص. عطيته 5%. من بعد كندوز للعقد الابتدائي. العقد الابتدائي فيه ثلاثه المراحل الاداء، كنادي فيه حتى هو 10%، ومن بعد اديت 5 زائد 10. ولا ما درتش عقد تخصيص ومشيت مباشره العقد الابتدائي حيت قلت ماشي تخصيص ماشي اجباري، كنخلص 10 في الابتدائي والعشرة الثانيه، ومن بعد واحد 60 كتفرق على البناء. ملي كنبداو الاساس كنخلص 20%، ملي كنبداو الضالات كنخلص 20%، ملي كنسالي النهائيه المسائل الدقيقه اللي كنسالي ديال الانتهاء ديال العمل ديالي كنخلص 20%. شحال كتبقى؟ خلصت 20 و3 ديال 20 ديال 60 هي 80، بقات 20%. هذيك 20% في العقد النهائي ملي كنجي ناخذ السورته ديالي كنخلص 20%. شنو الفرق ما بين هذه المعامله وما بين الوداديات والتعاونيات السكنيه استاذ؟ طيب الوداديه هي جمعيه. والوداديه انا ما كنصحش نهائيا الناس حيت باش ما على شنو الفرق؟ شنو الفرق؟ الا كانوا هاد الضمانات كلهم كاينين بحال في الشراء على لا الوداديه سمين. الوداديه ما عندها، الوداديه هذيك جمعيه ما عندها حتى شي علاقه. الطبيعه القانونيه ديال هذا الشيء اللي كنتكلم عليه مخالف تماما، حيت الوداديه تيمكن لها هي براسها تشري في طور الانجاز ويمكن لها تشري ما هو منجز. فهمتي؟ غير المشكل في الوداديه هو ان الوداديه دايرين بحال ذاك البطاقات، القصر المبني بالبطاقات. ها الا طيحتي غير بطاقه واحده كيطيح كل شيء. حنا كنكونوا كلنا متضامنين ومتحدين، الا جا واحد ما خلصش كتعرقل المسيره ديال المشروع كله، وهذا هو اللي كيخلي المشروع يتعطل. واخا في حال نرجعوا للشراء في التصميم، في حاله ما اذا المنعش ما التزمش بالكلمه ديالو وسلم العقار في المده اللي اتفقوا عليها ولا المشروع توقف لسبب ما، هنا لمن تترجع المسؤوليه؟ هنا ملي تكون ملي كيكون تقصير ديال المنعش راه تيتحمل المسؤوليه، وملي كتكون حاله ديال القوه القاهره اللي كتخرج من الاراده ديال المنعش راه ما كيتحمل حتى شي واحد المسؤوليه. ولكن ملي كيكون هو كيتحمل المسؤوليه راه تيخلص التعويض الا مشى تاخر على 1% على كل شهر ديال التاخير بلا ما نتعداو 10% سنويا. في حين دابا غادي نلقى النسبه المئويه ديال الاشخاص اللي عطاو فلوسهم كامله ديال الشقه ومازال لهم عامين وثلاث سنين وربع سنين وما خداوش الشقه كثار.
كثار وتبقى مسكين حاير تيقول واش دابا نمشي ندعي المنعش ولا نبقى كنرغبوا نزوجوا حيت هو كيقول لهم دابا 3 شهور دابا 6 شهور احنا نصاوبوا غير هذا المشكل عندنا مع البنكه حتى كيلقى راسو 3 سنين و4 سنين ومازال ما خداش الشقه ديالو هو دابع فلوسه كلها اذا تيبقى حاير الا مشى للمحكمه راه ما خداش الشقه دابا ما غياخذ الشقه وخصو واحد العامين ولا 3 سنين ولا 4 سنين عاد ياخذ الشقه ديالو وملي ياخذ الشقه ديالو راه هو هادي زيد عليها 4 سنين هي 8 سنين باش هو دخل هذا المشروع وكان كاري واحد المشاكل لان هذا المشكل ديال العقار. شنو النصيحه ديالك اللي جا بغى يشري عقار في البلان اولا في التصميم باش يحتاط؟ الحاجه اللي كيخطئوا فيها الناس بزاف وهنا كنتوجه للناس اللي ما عندهمش الفلوس اللي كيمشيو يدابزوا وكيدبر على 20 و 25 مليون 30 مليون وكيمشي شي شقه تنقول له رد بالك هذا المشروع انت ديال حياتك ما تمشي دير حتى اجراء حتى تشاور سول سير عند المحامي سير عند المستشار القانوني سير عند موثق سير عند المستشار اللي عرفتيه يمكن له يعطيك نصائح في هذا الشيء هذا سير سول ولا خصك تخلص اتعاب ديال هذه الاستشاره خلصها ماشي مهم اللهم في هذيك الاتعاب لان دخلت في مشروع مهم لان كتدفع 20 و 30 مليون ومن بعد تتمحن وما عندوش شنو ما عندوش يعني راه كاين اللي جالس مع نسيبته وحس براسو قال واحد العام وهذا هو الحلم ديالهم هو الراجل والمراه احنا نجلسوا تقولوا شوف لا ماشي مشكل تجلس مع امي وبا ما كاين حتى مشكل فعاود لك شي الكلام نخلصوه نجمعوه وراه المنعش غيعطينا دابا عام داك العام ما كيعطيش المنعش عام حالات هذا الاحتيال والنصب تتعاود بزاف لازم هي ماشي لازم تكون حاله نصب حيت ماشي ما كاين غير النصب كاين التقصير كاين الاستخفاف كاين تعقيد المساطر كاين المنعش اللي هو حسن النيه وقام بالالتزامات ديالو ولكن الاداره كتعرق له حيت عندها واحد المساطر حتى هي خاصها تلتزم بها اذا كتلقى كاين البنكه كاين تدخلات ومتدخلين كثار اللي كاينين مع المنعش العقاري والحالات اللي كاينه الاستثنائيه اللي هي النصب حيت باش ما نعطيوش النصب اكثر من اللي يستحق كحجم هناك عمليات نصب ولكن العمليات كثيره اللي دازوا نجحات وخداو الناس العقارات ديالهم غير انسان انا تنقول خاصه هذاك اللي ما عندوش لان قال له هذاك الجدريه باش انت فايت السعيان هذاك الجدريه اللي جمعتي ما تضيعهاش ما تخليش راسك غادي وداك الحلم ديالك ما يتحققش لان داك النعمه كترجع نقبه كيتفقس وتيتطعن وتيمرض وكيطلقوا الحلم تيولي كابوس وكيطلقوا داك الشيء راه ما تصوريش كوابيس كترجع بسبب شقه اذا وكيفقد الثقه في البلاد وكاين اللي تيبغي يقول لك انا بغيت نحرق الله الله ودي اذا قبل ما ندير هذه العمليه لربما هنا نذكروا بما يسمى بالمصحه القانونيه اللي هي مفتوحه لكل الناس اللي تيمشيو لها الناس باش ياخذوا الاستشاره من عند الطلبه اللي يقدروا يعاونوهم كثروا المصحات القانونيه كاين تبارك الله في الكليات اللي تالي ما عندوش الامكانيات في الكليات باش يمشيو يستشروا مع اساتذه اللي كيكونوا اساتذه القانون في الجامعه اللي كيكونوا في المصحه القانونيه فعلا ويمكن لهم يطرحوا عليهم هذه الاسئله وراه الا مشى حتى للمحكمه شي الا مشى حتى للمحكمه والسول ما كاينش لا غير راه شي الا شد على قاضي في المكتب ديالو ما يرجعوش غير ما يكونش عنده جلسات وما يكونش عنده ناس الله يكثر خيرك بغيت نسال القاضي عندي واحد السؤال الله جا على خاطر غادي يدخلوا شنو تفضل سيدي شنو كاين ها شنو كايناش غادي يجاوبوا غير انا تنأكد على هذه النقطه استشروا قبل ما تعطي حتى ريال استشروا ولو وقع لك مشكل ما قبل ما دير حتى شي اجراء ديال التنازل كاين واحد المشكل كبير ملي ما كتاخذش العقار ديالك كتمشي تقول له صافي انا ما بقيتش الله يخليك انا طبت هذه 5 سنين ما عطيتوش الشقه ديالي رد لي فليساتي تيقول لك واخا ما كاين حتى شي مشكل عطوك فليساتك ما كاين حتى شي مشكل سير في التنازل سير وقع لها التنازل هذا وصدق لي الامضاء ما نسينيش حتى ما توقعش ما تعطيش التنازل ملي كتعطي التنازل صافي واضح حتى نشكرك بزاف بروفيسور محمد جمال معتوق نتلاقاو يوم الجمعه ان شاء الله مع موضوع اخر في القانون لحظه غادي نمشيو نعطيو الوقت الخاص لمدام التاوين مع هدى المسكلتشي